اهلا بيكم طلاب بريب 3، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلصنا مع بعض يونت 1 وراجعناها سوا وعملنا فيديو ريفيجن، اتمنى ان انتوا تشوفوه الاول وبعدين يلا بقى نكمل مع بعض يونت 2. يونت 2 اسمها ايه؟ اسمها اللايت انرجي. اسمها ايه؟ اللايت انرجي. هنتكلم عن ايه في اللايت انرجي؟ هنتكلم عن تو فينومينا مهمين قوي احنا عارفينهم قبل كده، الريفليكشن والريفراكشن. الريفليكشن والايه؟ والريفراكشن. ليسون 1 اتكلم عن الميرور، والميرور دي بنستخدم فيها الريفليكشن، وليسون 2 بيتكلم عن اللينس وهنستخدم فيه الريفراكشن. زي ما يونت 1 كان مهم فيه جدا 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 البروبلمز، يونت 2 مهم فيه جدا 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 الدروينج، ان احنا نرسم. هنرسم ايه بقى؟ كل الحكايه ان احنا عندنا اوبجكت، الاوبجكت ده هيطلع منه او مش هيطلع منه، طبعا ان فيه لايت راي، تعال نفتكر فيه سورس اوف لايت، تمام. السورس اوف لايت دوت هيجي على اوبجكت، هيحصل له ريفليكشن، تمام. وهو بيحصل له ريفليكشن، يا اما هيعدي على ميرور يا اما هيعدي على لينس. لو عدى على ميرور هيحصل له ريفليكشن تاني وابتدي اشوف الايمج او الايمج تتكون، يا اما هيعدي على لينس فيحصل له ريفراكشن وبرضه اللايت راي هيتجمعوا وهيعملوا لي ايمج برضو. طب انا ايه برضو اللي انا هرسمه؟ كل اللي انا عليا ان انا هرسم من اول الاوبجكت طالع منه اللايت راي، تمام، وابتدي اعمل له ريفليكشن مثلا من على اللينس، اعمل له ريفليكشن وابتدي اجمع اللايت رايز واشوف الايمج بقى اللي هتتكون ديت ايه الصفات بتاعتها. ايه ده يا ميس؟ يعني هو الايمج اللي ما بتتكون هيبقى لها صفات لها بروبرتس مختلفه عن كل ايمج ايه الكلام ده؟ تعالوا بقى نشوف سوا. بس احنا كده عرفنا الكونسبت بيتكلم عن ايه وعرفنا احنا هنمشي ازاي. اول حاجه الدروينج، هنعرف اللايت راي ازاي بيمشي بقى بالظبط. تاني حاجه هنعرف الايمج البروبرتيز بتاعتها ايه. هناخد النهارده مع بعض الليسون 1 الميرورز. اول حاجه ان الميرورز light reflect when it fall in on reflecting surface on the reflecting surface. زي ايه؟ زي الميرور وزي الووتر. زي الميرور وزي الايه؟ الووتر. احنا هناخد اللايت ريفليكشن. اللايت ريفليكشن it's a phenomena of the light bouncing off او return back او return back in the same medium in the same medium when it strikes a reflecting surface when it strikes in reflecting surface. والرسمة دي مهمة جدا. ايه الرسمة دي بقى؟ تعالوا نشرحها سوا. انا عندي الريفليكتنج سيرفس اهو، هيحصل اللايت راي، اللايت راي هتنزل هيحصل لها ايه؟ ريتيرن باك. هتريتيرن باك بانجل معينة، تمام. في هنا بروح عاملة في النص بالظبط حاجة اسمها نورمال. حاجة اسمها ايه؟ نورمال. عشان تبقى الانجل بتوين النورمال اند ريفليكتنج سيرفيس بكام؟ ب 90. الانجل بتوين النورمال والريفليكتنج سيرفيس ب 90. طيب يبقى احنا كده عرفنا الانجل دي. حلو، يبقى احنا عندنا ساعتها الانجل اللي هنا ايكوال الانجل اللي هنا، تمام. الانجل دي ايكوال دي، تمام، ودي مع دي ب90. ايه الكلام ده يا ميس؟ كلام كبير وكلام هيجي عليه بروبلمز. نعتبر عندي دي ايه؟ انجل ايه؟ دي انجل بي، دي سي، ديت دي. اول معلومة عندنا ان ايه بلس بي ايكوال 90. ايه بلس بي ايكوال ايه؟ 90 90 ديجري طبعا عشان دي انجل، تمام. B equal C، انجل B equal C. تاني حاجة معانا ان C plus D equal 90 برضو، equal 90. من هنا هستنتج ان C ان سوري ان D equal A، ان دي equal A. الحاجات دي هنستخدمها
نحفظها ونسجلها في نوت كده الجزء ده ان احنا هنستخدمه. طيب تعالوا بقى نعرف الانجل دي اسمها ايه والانجل دي اسمها ايه وايه اللايت ديت عشان نبتدي نفرق سوا. طيب اول حاجة عندي الانجل اوف انستنس، انجل اوف انستنس ليه؟ ان ده اسمه الانستنت لايت راي. الانستنت لايت راي مين الانستنت لايت راي؟ اتس ذا لايت راي ذات فول اون ذا ريفليكتنج سيرفيس. هو ده اللايت اللي جاي لي من السورس اوف لايت، هو فول اون للريفليكتنج سيرفيس. تاني حاجه الانجل اوف انستنت، الانجل ديت اللي هي بتوين ذا انجل بتوين ذا انستنت لايت راي اند ذا نورمال، اند ذا ايه نورمال، يبقى هي الانجل بتوين نورمال اند انستنت لايت راي، يبقى عشان كده اسمها انجل اوف انستنت. مين هو النورمال؟ ده بيربنديكولار لاين، بيربنديكولار لاين تو ذا ريفليكتنج سيرفيس on the point of the instance, point of a instance. طيب a reflected light ray, light ray that returns back from the reflecting surface، يبقى هي اللي راجعه من الريفليكتنج سيرفيس. في حاجه مهمه قوي قوي احنا لازم 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 نخلي بالنا من الاسهم، مين اللايت مين اللايت ري اللي رايحه ومين اللي راجعه. الانجل اوف ريفليكشن، الانجل اوف ريفليكشن هي مين؟ الانجل بتوين ريفليكتد لايت راي اند نورمال، ريفليكتد لايت راي اند نورمال. من هنا نقدر نقول ايه؟ عندنا الريفليكشن اوف لايت، عندنا تو لو. الفيرست لو اسمه الانجل اوف انستنت ايكوال انجل اوف ريفليكشن، وده احنا عرفناه. سكند لو ذا انستنت لايت راي، الانستنت لايت راي ديت بصوا هنا السهم جاي كده يبقى هي دي الانستنت، انستنت لايت ري اند ذا ريفليكتد لايت ري اند ذا نورمال، والنورمال هو كمان هما الثلاثة مالهم النورمال لاين تو ذا ريفليكتنج سيرفيس ات ذا بوينت اوف انستنت اند ذا بوينت، والبوينت اوف انستنت البوينت دي اول لاي ان وان بلين بيربنديكولار تو ذا ريفليكتنج لاين، يبقى كلهم بيربنديكولار تو ذا ريفليكتنج سيرفيس. تالت حاجة، طب احنا دلوقتي عرفنا دول، طب احنا لو اللايت راي هو اللي جه كده perpendicular كده حلو، فين الريفلكتد لايت راي هيفلكت ازاي؟ الاول هنجيب الانجلز بتوعي، طيب مش ده الانستنت، فين الانستنت انجل؟ طب يا ميس الاول نرسم النورمال، حلو فين النورمال اهو، ايه ده النورمال موجود فوق الانستنت لايت راي، النورمال موجود عليه، معناته كده ان الانجل بكام؟ بزيرو، معناته ان الريفلكتد انجل هتبقى بكام؟ بزيرو، يعني هيرجع مكان ما جه، هيرجع مكان ما جه. يبقى the instant light ray ray which fall perpendicular on a reflecting surface reflect on itself. ليه؟ because the angle of instant equal the angle of reflection equal زيرو. هنا هي problems جايب لك الانستنت انجل هنا ب 45، يبقى الانجل التانية بكام؟ ب 45 برضو، مش هما الاتنين ايكوال بعض؟ حلو. طب هنا الانجل اللي بره دي اللي احنا ما خدناش اسمها دي ب 30، طب الاتنين دول هجيبهم ازاي؟ حلو، دي ب 30 دي ودي اللي هي الانستنت الاتنين ب 90، يبقى انا هجيب الانستنت ازاي؟ هجيب ال 90 minus 30 هيدينا 60، minus 30 هيدينا كام؟ هيدينا 60، يبقى دي ب 60 ودي كمان ب 60 كده بشكل احلى، دي ب 60 ديجري ودي كمان ب 60 ديجري. طيب تعالوا بصوا للحاله دي نمبر 3، نمبر 3 في حاجه مهمه، ده الانستنت لايت راي، ده الريفلكتد لايت راي، الانجل اللي ما بين الاتنين ب 120، حلو فين النورمال؟ احنا هنبتدي نرسم النورمال، النورمال بيعمل لي حاجة مهمة، بيخليها لي تو انجل ايكوال بعض، يعني انا هعمل 120 over 2، 120 over 2. تعالوا نجيب ديت، تعالوا نجيب بقية الانجلز. طيب هنعتبر ان اول رسمة الجزء ده رسمة لوحده، اول انجل دي ب 30 يبقى دي كمان ب 30،
حلو. طب هنجيب دي ازاي؟ انا ما عنديش ولا انجل هنا في الرسمة التانية. وقفنا، انا ما عنديش، يعني دي يعتبر رسمة تانية. اللايت اهو، الانستنت لايت راي في الرسمة التانية هو الريفليكتد من الرسمة الاولى، وعندنا الريفليكتد لايت راي في بي. طب اعمل ايه؟ في عندي شكل في النص، الشكل ده مين؟ ده تريانجل. حلو، دي ب30، الاتنين دول مع بعض ب90، يبقى هنا دي بكام؟ هنا دي ب60، هنا دي ب60. حلو، يعني انا قدامي ده ايه؟ تريانجل. حلو، ودي ب90 ودي ب60. هو الانجل في تريانجل بكام؟ 180. انا عندي دي ب60 ودي ب90، طب دي هتبقى بكام؟ 180 minus 60 plus 90 هيدينا 30، هيدينا كام؟ 30. يبقى انا جبت الانجل اللي هنا دي، امسح دول كده ونكتبهم من الاول. يبقى دي ب30، تمام، جبت دي ب60، جبت دي بسبب ان ده تريانجل عندي بكام؟ ب30. تمام، حلو قوي. نقدر نجيب دي؟ اه. طب انا عندي دي ب30، دي هتبقى بكام؟ ب60. حلو، طب ودي ب60 هي كمان. احنا كده جبنا كل الانجلز اللي عندي. انا عندي الميرورز، عندي تو تايب اوف ميرور، بلين ميرور وسفيريكال ميرور. بلين ميرور وسفيريكال ميرور. السفيريكال ميرور برضو هي كمان متقسمه لتو تايب، كونكيف ميرور كونفكس ميرور. كونكيف ميرور كونفكس ميرور. تعالوا الاول ناخد البلين ميرور. تعالوا نشوف البلين ميرور. البلين ميرور is a piece of plain glass. piece of plain glass هي الميرور العادية اللي عندنا في البيت، لو كل واحد بص كده لنفسه في الميرور بتاعته اللي في البيت هيلاقي هي دي الميرور. طيب البلين ميرور احنا قلنا، قلت لي يا ميس احنا عايزين نعرف دلوقتي الايمج. انا دلوقتي لما ببص للمراية، انا الاوبجكت اللي ظاهر في المراية مين؟ الايمج. حلو قوي. اول حاجة عندي في الايمج، الايمج دي بتبقى upright يعني erect، تبقى معدولة، يعني انا راسي فوق ورجلي تحت، مش هلاقي راسي تحت ورجلي فوق، انا بلاقي صورتي erect، بلاقي صورتي ايه؟ erect. تاني حاجة الايمج equal to the object in size، equal to the object in size. هتقولي يا ميس بس المرايات اللي في الملاهي بتخلينا دي كبيرة، لا دي صغير، لا بتخلينا تخين، لا بس دي حاجة تانية. انا بتكلم على البلين ميرور اللي عندنا في البيت. الحاجات التانية اللي احنا اللي انت جت في دماغكم ديت دي لسه هناخدها كمان شوية. يبقى احنا البلين ميرور اول حاجة ان الايمج ابرايت اريكت ايكوال تو ذا اوبجكت ان سايز. تاني حاجة الايمج از ريفرسد، از ريفرسد يعني ايه ريفرسد؟ ريفرسد يعني انا دلوقتي لو مديت ايدك اليمين للمراية هتلاقيها بتمد ايديها للناحية التانية، اللي على الناحية التانية اللي المفروض شمال المراية. يعني دلوقتي لو واقف قدامي واحد يميني هو شماله وشماله هو يميني، لو احنا الاتنين باصين لبعض. انما في المراية بتبقى ريفرسد، تبقى ريفرسد. طب زي الصورة دي، بصوا احنا حاطين ايه؟ A B C. بصوا ال A عند ال A، B عند ال B، بصوا مقلوبة كده ازاي، يبقى ريفرسد. تاني حاجة الـ image is virtual. يعني ايه virtual؟ هل دي الـ image حقيقية انت تقدر تمسكها؟ لا، دي حاجة يعتبر اكنك متخيلها، يبقى هي ايه؟ virtual. طب يعني ايه يا ميس؟ يعني هل ممكن تبقى الصورة الـ image تتكون لي حقيقي كده قدامي؟ اه. ازاي؟ هنشوفها برضو كمان شوية. تاني خامس حاجة the distance between object and the mirror equals the distance between image and the mirror. ايه الكلام ده؟ الكلام ده ان احنا بنعتبر ان الـ image اكنه شخص تاني، شخص تاني ورا المراية. انا لو واقف هنا الايمج بتبقى ظهرالي اكن حد تاني واقف هنا. الديستنس بتوين الاوبجكت والميرور ايكوال تو ذا ديستنس بتوين الايمج والميرور. الديستنس بتوين الاوبجكت اند ميرور ايكوال تو ذا ديستنس بتوين الايمج اند ذا ميرور. يبقى انا هنا دي لو 2 متر يبقى هنا دي كام؟ 2 متر. يبقى من الاوبجكت للايمج قد ايه؟ 4 متر. حلو جدا. طيب
The straight line joining the object to its image is perpendicular to the surface of the mirror. يبقى هو اللاين هو perpendicular to the surface of the image. The virtual image is the image that can't be reserved on a screen. Can't be reserved on a screen. يعني لو حطيت screen قدامي مش هلاقيها ايه image. ودي ده الجزء بتاع اللي هو ال reversed اللي احنا شرحينه هنا اللي هو الايه reversed. Problem هي بيقول لك ايه if person stand at a distance of 2 meter from the blame mirror what is the distance between the person and his image. واحد واقف وهنا ما بينه هو والميرور 2 متر. انا عايز ما بينه هو والايمج, ما بينه هو والايمج قد ايه؟ طبعا ما بين الايمج والميرور 2 متر برضو 2 متر بلس 2 متر يبقى ما بينه هو والايمج 4 متر. ما بينه هو والايمج 4 ايه متر. السفيريكال ميرور, السفيريكال ميرور دي عليها شغل كتير جدا جدا وعايزين نصحصح ونقوم نغسل كده وشنا. السفيريكال ميرور هي عبارة عن ايه؟ هي سبيس فروم سفير. يعني ايه؟ انا عندي سفير كده الجزء ده عندي حاجة من الاتنين, يا اما الجزء اللي بره هو الميرور يا اما الجزء اللي جوه هو الميرور. يعني اكني عندي كورة الجزء اللي بره منها هو الميرور واللي جوه لا, انما وعندي يعني نوع تاني العكس. ايه اللي حصل؟ انا عندي السفير ده, عندي السفير اللي احنا لسه رسمينه ده, خدت منه بيس كده قطعت حتة, يبقى كل ده انا مش محتاجه, كل ده نمسحه انا ايه مش محتاجه. حلو, يعني محتاج الجزء التاني ده بس. طب ثانية قبل ما نمسحه, هو كده يعني ايه في حتة, هو انا مش اي سفير في ميدل في النص في بوينت بتبقى في النص. يعني انا لما امسحه هتتبقى لي البوينت دي موجودة مكانها, تمام, عشان هنحتاج الكلام ده كمان شوية. يبقى احنا عرفنا ان السفير ميرور, السفيريكال ميرور هي عبارة عن ايه بيس فروم سفير اوبجكت, بيس فروم ايه سفير اوبجكت. ادي السفيريكال ميرور, يا اما كونكيف. بصوا اكن ده سفير هو احنا واخدين بيس منه. الريفلكتنج سيرفيس بيبقى ايه الانر سيرفيس, بيبقى ايه الانر سيرفيس. الكونفكس بيبقى الاوتر سيرفيس. بصوا طب الشروط دي معناتها ايه؟ الشروط دي يعني الجزء ده دونت ريفلكت لايت, الجزء اللي ورا ده دونت ريفلكت ايه لايت. يبقى الريفلكتد سيرفيس هو الجزء اللي ما فيهوش خطوط كده. يبقى الكونكيف ميرور اتس ذا ميرور هوز ريفلكتنج surface part of the inner surface of the sphere, part of the inner surface of the sphere. Convex mirror, mirror whose reflecting surface is a part of outer surface of the sphere, part of outer surface of a sphere. تاني حاجة concave بتعمل ايه؟ بتعمل collect او converted لي اللايت ري. يعني لما اللايت ري كلها تقع عليها كده هي تعمل لها كولكت في حته واحده. بص كلهم في بوينت واحده اتجمعوا في بوينت واحده يبقى تعمل لهم ايه كولكت. انما دي دايفرج او ديسبيرج, ديسبيرس يعني ايه ديسبيرس؟ بصوا اللايت ري كل واحد راح في حته, كل واحد ايه راح في حته. هنا بيمثلها لك بالسبون. لو احنا جبنا دلوقتي سبون وبصينا فيها هنبص الجزء اللي قدام دوت عبارة عن كونكيف ميرور والجزء اللي من الظهر ده عبارة عن كونفكس. عبارة عن ايه؟ كونفكس. تعالوا بقى نشوف الميرور دي بتبقى متكونة من ايه, بتبقى متكون من ايه. اول حاجة السنتر, اول حاجة السنتر اوف ميرور هو ايه؟ the center of the sphere that the mirror considered as a part of it. هو انا مش قلنا تعالوا هنا مش انا قلنا هي دي عبارة عن سفير وفي البوينت الميد بوينت دي هو السنتر, يبقى هو ده السنتر اوف ميرور. يبقى ده ايه السنتر. في الكونكيف بيبقى في ايه في الفرونت اوف ذا ريفلكتنج سيرفيس, بيبقى ايه فرونت ريفلكتنج سيرفيس.
انما الكونفكس بصي هو باصص الناحيه التانية مخصماه، بيبقى behind the reflecting surface، behind the reflecting a surface. السفيريكال ميرور عندها only one center of curvatures، only one center of curvatures. طيب البول اوف ميرور، ايه البول ده؟ ده lie in middle of the reflecting surface، يبقى دي point في middle of reflecting surface. الراديوس هي مش عباره عن سفير، عباره عن سيركل. اي سيركل من الميدل، لو جبنا لاين من الميدل لحد اني سيرفيس ده الراديوس، يبقى ايه اللي يمنع ان ده هو كمان الراديوس اوف ميرور؟ يبقى الراديوس اوف ميرور اتس راديوس اوف ذا سفير ذات ذا ميرور از بارت اوف ات، يبقى هو الراديوس اللي هو ار اللي احنا عارفينه من الماس. او لي ديفينيشن تاني، ديستانس بتوين ذا سنتر اوف ميرور سنتر تو اند اني بوينت اون ريفلكتنج سيرفيس، اني بوينت، اي بوينت انا احبها، اي بوينت ايه انا احبها. برينسيبال اكس، مين هو البرينسيبال اكس؟ ستريت لاين باس باي ذا بول اوف ذا ميرور اند اتس سنتر اوف كيرفيتشرز. هو ايه؟ هو هنا مثلا نعتبر اللي هنا البول، اللاين اللي بيعدي ما بين البول والسنتر، البول والسنتر ده اسمه برينسيبال اكس. يبقى انا اي ميرور عندها انفينيتي راديوس، انفينيتي ايه راديوس، انما عندها جاست وان برينسيبال اكس، جاست وان برينسيبال اكس. طيب سكندري اكس، سكندري اكسس any straight line، any straight line path by the center of curvature of the mirror and any point on its reflecting surface except the pole، except the pole. طيب يبقى هي برضو هو ده عامل زي الراديوس، بس خلي بالكم الراديوس هو لاين، انما ده اكسس، هو ده اكسس straight line كده مكمل معاه للاخر. عنده ايه؟ uncountable number، uncountable number. يبقى اي حد بصوا اي لاين هاخده عدي بالسنتر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن secondary axis، عبارة عن secondary a axis. طبعا زي ما احنا ملاحظين ان كل دول في الكونكيف بيبقوا ايه؟ بيبقوا front، بيبقوا front، بيبقوا قدامها، انما الكونفكس بصوا كلهم وراها، كلهم ايه؟ ورا. يبقى احنا بنتعامل ورا الميرور بتاعتي. طيب فوكس اوف ميرور، ايه هو الفوكس؟ انا دلوقتي عندي الميرور، الميرور اهي، لما اللايت راي فول اون ميرور بارالل تو ايتش اذر هي بتعمل ايه؟ بتعمل كولكت، يبقى هتكولكت ذا لايت ري ان بوينت، البوينت دي هي اسمها الفوكس، اسمها ايه؟ الفوكس. يبقى هو ايه الفوكس؟ ذا بوينت اوف كولكشنز اوف ريفلكتد لايت ري. طب هتقولوا لي يا ميس طب احنا عندنا الكونفكس ما بتعملش كولكت. حلو، الكونفكس has visual focus، ليه؟ الفوكس بتاعها behind the reflecting surface، behind the reflected surface، بيتكون بيبقى وراها كده، بيبقى وراها. ايه ده؟ يعني الكونفكس، ثواني بقى، هنا حتة الريل والفيرجوال. الكونفكس انا بتعامل زيها اكنها بلين ميرور او زي البلين ميرور، انا الايمج هتبقى behind the mirror، هتبقى ورا الميرور كده اكن في حد تاني واقف وراها. يعني ايه ده؟ هنا ريل، ريل فوكس، ريل فوكس يعني هو فعلا هيكون، لو انا حطيت هنا سكرين كده هلاقي هنا اللايت ري اتجمعت هنا، انما هنا انا حطيت سكرين قدامها اللايت ري مش هتتجمع فيها. ده الفرق ما بين الريل والفيرجوال، عشان كده لما قلنا الفيرجوال هنا فين فين فين، ايون هنا كانت بيريز received on screen. فهمتوا ايه كلمة screen؟ يعني انا دلوقتي لو حطيت screen هنا هلاقي الفوكس في النص، انما لو حطيت screen عند الconvex مش هلاقي حاجة جت على السكرين اللي انا حطيتها. يبقى ده هنا ده virtual والتاني اللي فوق real، real يعني انا هتقدر ان هي تتكون او تبقى موجودة على screen مش ورا. ايه ده؟ يعني انا مش هلاقي حاجة ورا
بليم ال وراكم كده ميرور. طيب الفوكال لينس، الفوكال لينس ذا ديستانس بتوين ذا بول اند ذا فوكس، البول والايه والفوكس. طب الفوكس اصلا هو بيبقى فين؟ هيبقى في الديستانس بتوين الميدل، الميدل بتوين البرنسبل والسنتر، الميدل بتوين ايه البرنسبل والسنتر. يعني ايه؟ يعني الفوكس، الفوكال لينس بيبقى الهاف اوف ريديوس، الهاف اوف ريديوس. لو الريديوس ده كله بفور، الفوكال لينس هيبقى لوحده بتو، هيبقى ايه تو، الهاف بتاعه على طول. طيب يعني كده انا اقدر لو انا عايزه الار وعندي الفوكال لينس اعمله باي 2، انما لو عندي الفوكال لينس وعايزه الار هعمله ديفايد 2. حلو كده. ناخد الاول الكونكيف، الكونكيف ميرور. الكونكيف ميرور بتعمل حاجه مهمه جدا. الكونكيف ميرور هي مش بتعمل كولكت لللايت راي كلها في بوينت، كل اللايت راي جايه في بوينت. طب هو مش اللايت راي بتبقى شايله هيت؟ يعني هي جمعت الهيت كلها في بوينت، جمعت الهيت كلها في ايه؟ في بوينت واحده. يعني هي هنا الكونكيف ميرور يوز تو جنريت هاي هيت انرجي، يوز تو جنريت هاي هيت انرجي. زمان كانوا بيعملوها ايه؟ كانوا بيحرقوا السفن بيها، بيجيبوا كونكيف ميرور كبيره ويبتدوا ايه يسلطوا السن لايت للسفن ويبتدوا يعملوها فاير. ليه بقى؟ because the concave mirror collect the reflect light ray falling on it in one point, in one a point. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت الفوكال بيتكون ازاي. تعالوا بقى نشوف الايمج بتاعتي هتتكون لما تيجي تتكون هيبقى ايه البروبرتيز بتاعتها. يبقى انا التيبل ده مهم جدا. طب اول حاجه، لو الاوبجكت far very far، very far بعيد قوي، زي مثلا الصن، زي هنا الصن بعيده قوي، انا حطيت ميرور المفروض الايمج بتاعتها تظهر، تظهر ايه؟ على هيئه بوينت. طبعا هتولع الدنيا على هيئه ايه؟ بوينت. يبقى الايمج بتبقى ريل، ريل يعني ايه؟ حقيقيه. الايمج اهي اهي، بصوا هتحسوا ان الصن جزء منها جه هنا، يبقى هي ايه؟ ريل. تاني حاجه very تاني، هي دوت، عباره عن دوت نقطه كده. تاني حاجه نقرب شويه، نقرب شوية نروح فين؟ احنا عندنا الايمج الميرور اهي، عشان برضو تبقوا ايه ماشيين معايا. انا عندي ده السي وعندي ده الاف. اول حاجة احنا حطينا الاوبجكت بعيد. تاني حاجة نقرب شوية، بس هو قبل السي، قبل السي السنتر. بعد كده هنوقفه على السنتر، بعد كده نوقفه ما بين السنتر والفوكال، بعد كده نوقفه عند الفوكال لينز، عند الفوكس، وبعد كده نحطه ايه؟ قبل الفوكس. نشوف الايمج اللي هتتكون في كل واحده في دول. اول واحده هي لو قبل الفوكس، لو قبل الايه الفوكس. بصوا بقى، انا لو اللايت راي، لو اللايت راي جت بارالل هتتجمع لي او هيحصل لها ريفلكت فين؟ هنا ده الفوكس مثلا، هيحصل لها ريفلكت في الفوكس، هيحصل لها ريفلكت فين؟ في الفوكس. طب لو هي جايه لي مثلا من هنا، من هنا نازله من عديه في الفوكس، هيحصل لها ريفلكت بارل، هيحصل لها ريفلكت ايه؟ بارل. طب احنا الايمج هنعمل ايه؟ هنطلع منها الاوبجكت، سوري، هنطلع منه تو لايت راي، واحد بارلل تمام هيحصل له ريفلكت من عند الفوكس، واحد من عند، بصوا راسه، راس الاوبجكت اهو يعدي من الفوكس يحصل له ريفلكت ايه؟ بارلل. شايفين البوينت اللي التو ريفلكت تو ريفلكتد لايت راي جمعوا فيها؟ هنا هتتجمع راس الاوبجكت، هنا هتتجمع عند النقطه دي راسه. يبقى بيبقى ايه؟ بصوا الايمج بتاعتي مقلوبه ازاي. طب امتى بقى؟ distance greater than double of focal length. الدبل اوف فوكال لينس يعني انا ده الفوكال لينس، الدبل بتاعه لحد السي. طب ده greater than يعني بعد السنتر، ساعتها الايمج، بصوا
خلي بالكم احنا يجيلنا ان احنا نرسمها، يجيلنا ان احنا نرسمها. في كتاب المعاصر جايب مسطرة، كتاب معايا مسطرة، المسطرة دي فيها الجزء ده عامل كده، تمام؟ ساعتها هرسم منه البلين ميرور، ساعتها هرسم منه ايه؟ البلين ميرور. وقت ما ارسم البلين ميرور هروح ماسكة كده مسطرة من عند نصها يبقى البرنسبل، واروح عاملة لاين هو محدد لي ساعتها السي فين، هيبقى السي فين وايه السي كده، هنا اف وهنا ايه السي السنتر، تمام. ابتدي ارسم الاوبجكت، هرسم الاوبجكت اروح بالمسطرة اروح مطلع لايت ري كده، وحدد ان يحصل له ريفليكت من عند الفوكس، ريفليكت من عند الايه الفوكس، بعدين اعمل لايت ري تاني بيعدي من الفوكس بيخبط في الميرور بيحصل له ايه ريفليكت بارل، ريفليكت ايه بارل، ساعتها الايمج هتتكون لي هنا. بصوا الايمج عاملة ايه، تعالوا كده نعملها كلر تاني احمر مثلا. الايمج اهي، الايمج اهي فيها كام حاجة. اول حاجة هي سمول، يبقى اول حاجة هي ريل طبعا بما انها قدام الميرور، قدام ايه الميرور، يعني انا الايمج دي مش هقدر اشوفها غير لو حطيت حاجة كده هتتكون لي ايه عليها الايمج، يبقى هي ايه اول حاجة ريل. تاني حاجة انفيرتد، تاني حاجة انفيرتد، بصوا مقلوبة ازاي. دايمنشن يعني ايه دايمنشن، دايمنشن يعني smaller than the object، smaller than the object يبقى السايز بتاعها smaller than the object. طب قربنا شوية، قربنا شوية، احنا مش قلنا عملنا هنا قربنا، قربنا بقينا عند السي، بقينا فين، بقينا عند السي. ساعتها بصوا ادي اللايت ري اهو حصل له ريفليكت، تاني لايت ري اهو حصل له ريفليكت، اتجمعوا هنا، جمعوا فين هنا. ساعتها الايمج هتبقى ريل برضو انفيرتد برضو equal to the object، equal to the object يبقى السايز بتاعها equal the size of object. طيب قربنا ما بين between the center and the focus، between center and the focus، ساعتها الايمج بصوا الايمج بقت ايه ريل وانفيرتد ماجنيفايد، ماجنيفايد يعني larger than the object، larger than the object. طيب at focus، لو انا جيت وقفت على الفوكس كده، وقفت ايه على الفوكس، اول light ray هيطلع هيحصل له في حاجة مهمة، ان اللايت ري، اللايت ري لما بيعدي بالسنتر بيحصل له ريفليكت اون ات، ريفليكت اون itself، يبقى ساعتها the light spot is formed at the infinity، يبقى هي هتبقى light spot، يبقى هتبقى spot formed at infinity، هتتكون لي فين في الانفينيتي، يبقى ساعتها no image formed، no image formed في الانفينيتي. بقى نروح، بقى نروح للانفينيتي يبقى نشوف الايمج عامله ازاي. طيب at the distance او at distance length than less than focal length، في distance less than focal length، ساعتها بقى هتتجمع لي صورة virtual، تتجمع لي صورة ايه virtual وإريكت وماجنيفايد، virtual وإريكت هي معدولة كلهم ما شاء الله مقلوبين بقى كلهم ايه كلهم inverted، كلهم inverted هنا عدلناها بقت إريكت وماجنيفايد، ماجنيفايد يعني larger than the object، larger than the ايه the object. فهمنا كده؟ يبقى احنا هنا السؤال هيجيلي ارسم، هنبتدي نطلع اللايت ري، واحنا اصلا بالمكان هنبقى حافظين الايمج اللي هتتكون لي هتبقى البروبرتيز بتاعتها ايه، هتبقى البروبرتيز بتاعتها ايه. طيب كونكيف ميرور دي بنستخدمها في ايه، في البوكيت تورش اللي هو الكشاف دوت، تو ريفليكت ذا لايت اوف ذا لامب، عشان ريفليكت اللايت من ايه من اللامب. تاني حاجه ان فرونت لايت اوف كار، في الكارز من قدام احنا لو وقفنا مش هنشوف صورتنا، ليه؟ عشان هي الصوره مش فيرجوال، مش هشوفها ورا المرايه غير لما اقرب منها خالص، يبقى in front light of cars to reflect the light of lamp، تمام. in shaving
in shaving to get an enlarged and erect image عشان انا اشوف الايمج تبقى كبيره قوي واقدر ان انا ايه اشوف كويس. In marine lighthouse in marine ايه lighthouse to reflect light from lamp والان الايركرافت to reflect light of the lamp to guide airplanes تمام. ايه تاني in solar oven to collect light ray يبقى to heat water زي ما احنا عدنا نقول بنستخدمها عشان collect الهيت كلها بتحصل لها reflect in point واحدة يبقى ساعتها انا مجرد ما جبت mirror وجبت حطيتها تحت الشمس خلاص كده انا محتاجتش فاير انا اقدر اعمل heat واعمل cooking للفود. الدنتست بيستخدمه to form magnified image of the teeth. In some type of telescope to monitor the space and also to form enlarge and near image. To enlarge and near image. خلصنا الكونكيف على خير. الكونفكس ما عندناش غير يعني هي شكل واحد او حاجه واحده. الايمج اللي بتتكون لي بتبقى فيرجوال بصوا اهي بس مش علينا ان احنا نرسمها بتبقى فيرجوال بتبقى ايركت بتبقى دايمنشن بصوا صغيره خالص يبقى بتبقى فيرجوال ايركت دايمنشن. Uses of convex mirror in car to form an erect and minimized image for the way انا عندي الواي كبير قوي طبعا لو جبت ميرور عاديه هجيب لي جزء منها طب انا عايزه اجيبه كله بصوره صغيره استخدم convex mirror يبقى in car at shopping center to allow high rates of security شايفين ديت convex زي ما انتم شايفين الحاجه مينيمايز صغيره حاجه بعيده بصوا البعيد كله ظاهر. On the corner of narrow road to monitor car movement on this narrow. At cars park, في البارك to monitor cars movement at the park. At the platform of the metro, في المترو to avoid passenger injury at opening or closing the metro doors. يبقى احنا هنا خلصنا الميرور على خير خدنا البلين ميرور وخدنا الكونكيف والكونفكس ميرور. اهم حاجة نعرف في البلين ميرور الانجل هنعرف الانجل الانستنت انجل وهنعرف الريفلكتنج انجل ونعرف نجيبهم ونشوف البروبلمز عليهم. انما الكونكيف والكونفكس نعرف البروبرتيز اوف ايمج نعرف الاوبجكت ده موجود فين والايمج ساعتها لما تتكون هتبقى موجودة فين. اخر حاجة عرفنا اليوزز بتاعتهم. المرة الجاية بإذن الله هنشرح اللينس ونشوف ساعتها برضو الايمج في اللينس هتتكون ازاي نشوفها هتتكون ازاي او هتبقى عاملة ازاي. وبعد كده ان شاء الله زي ما عملنا في اليونت 1 هنعمل في يونت 2 هيبقى في فيديو ريفيجن ونحل مع بعض البروبلمز بس ندرب ايدينا ان احنا نرسم ونحاول مرة واثنين وثلاثة واللي ما يعرفش يبعت